حياكم الله مشاهدينا من جديد. وصلنا لفقرة الديكور الأسبوعية مع المصممة سماح العلول، وموضوع اليوم غرف النوم وكيف نجهزها بأسلوب يساعدنا إنه ننام مرتاحين ونوم هادي وبعمق. حياك الله سماح معنا في الاستديو. مرحبا، كيفك؟ حبيت الموضوع لأنه كثير من الناس يعانون من الأرق وما يقدرون ينامون في الليل. بالضبط. خبرينا أول شيء شو سبب اختيارك غرفة النوم؟ غرفة النوم هي أكثر إشي أو أغلب الأوقات بنكون قاعدين فيها. أول ما بتصحي طبعاً بتكون بغرفتك النوم، أول انطباع بالضبط، أول إشي بتفتحي عيونك بتشوفيها، وقبل ما تنامي آخر إشي بتشوفيه. فهي بتعمل بتأثر علينا كثير، فمهم كثير تكون إنها مرتبة بطريقة نحن نكون مرتاحين فيها. التجربة بالديكور بهاي الغرفة لازم تكون كثير ناجحة، لسبب إنه أنت كثير بتقضي وقت فيها، وهي أهم وقت اللي هو أنت بدك ترتاحي عشان تقدري ثاني يوم تقدري تكملي نهارك مبسوطة ومرتاحة. حلو. شو علاقة ساعات النوم بديكور الغرفة؟ هل هو اللون، التصميم، إيش بالضبط؟ هلا أوكي، أهم إشي تختنا. هلا التخت دائما الناس بتقول انه كثير غالي ولا وبروح للارخص وهذا، لا معلش، بنجمع مصارينا بنصرف على التخت، ما يحطوا اي شيء ثاني غيره، لانه مهم التخت وفرشه التخت يكونوا كثير مريحين، لانه هذا هو اهم شيء عندنا، الراحه 100%. بعدين بيجي جماليه المكان او غرفه النوم. هلا لما التخت من يعني هو كمان اكبر قطعه عندك بغرفه النوم، فكمان كثير مهم ان تكون اكبر قطعه بهاي الغرفه بتلبي النوم مريح يكون للواحد، وبنفس الوقت يكون شكلها حلو اللي هي الخطوة الثانية. عندي لك سؤال سماح، كثير من الناس ما يستعملون الجرايات أو هي النايت ستاند اللي جنب التخت. لا مو النايت ستاند، اللي هي للنام عليها. فهذه لازم تكون طبية، لأنه الطبية تكون شوية يابسة ويعني تضايق، ما تكون مريحة. بالنسبة لهذا الموضوع كيف ممكن الواحد يتصرف؟ هلا في كثير اخترعوا اختراعات يعني تطوروا كثير بهذا المجال. صار في فوق الفرشة تبعتك إذا اوريدي شريتيها وما لقيتيها مريحة، في تيجي الفرشة الفوم اللي فوق الفرشة اللي أنت شريتيها، قطعة ثانية بتكون شي 10 أقل من 10 سنتي تنحط فوق الفرشة اللي اوريدي موجودة عندنا، وبتكون مريحة، بتعمل لك بتعطيك النتيجة منيحة. ففي كثير الواحد يطلع ويشوف بالسوق ايش في موجود ويجربها. حلو موضوع الفرشه هذه، انه ما تحتاجين تغيرين كل السرير، تغيرين بس هذه بالضبط تشترينها وتحطينها. اذا ما كانت مريحه، وهو يفضل الواحد يجربها، ما يستحي بالمحل ينام على الفرشه ولا انه يصفي شريها ومش عارف ايش يعمل فيها بعدين. وحتى لو شراها وبعد فتره ما ارتاح عليها، يجيب الفرشه اللي هي بتكون فوقيها بتنحط، او وقتها مضطر يغير كل الفرشه اللي عندنا اياها. خبرينا عن هذه الصوره اللي قاعدين نشوفها. هلا هاي بتفرجيكي انه بهذه غرفة النوم ما في غير عندك التخت، وهلا المساحة كثير كبيرة. بعرف الناس حتقول لي ما هو كبير ومعك مجال، بس لا كثير كبيرة. وبعدين تحسينا ساعات غرفة النوم لازم تكون شوية انتيم، يعني كثير كبيرة تحسينا. لا بقولوا لك مع الواحد كل ما يكبر كل ما بحس انه المساحات بتضيق عليه. فلا اذا ما مشان غرفة النوم تكون كبيرة يكبر، لانه هيك بتعطيكي راحة، راحة، نفس، بتحسي فريش. حتى مثلا بهاي غرفة النوم الابيض الشراشف، هلا كثير اوقات نحن لما تفيق من النوم ما عندك وقت يكون في عندك كفر للتخت وتقعدي تزيني وتعملي وهذا. فاذا انت تختك ما بدك تجيبي له كفر وتقعد تتغلبي فيه في ديكوره، بتجيبي على اخر التخت بتحطي رانر، ومثلا بس مخدتين ديكور هيك، يعني شوي يكون شكلهم حلو، بغيروا لك شكل التخت. يعني بس ننتبه الكفر تاع التخت يكون، غطى التخت يكون لونه بلبق مع الغرفه، ومنزيد عليه اكسسوار اللي هو بيعطيكي شويه حركه. اقول لك سماح، الحين الكفرات اللي نستعملها، تعرفين نستعمل هذه البيضه اللي تكون تحت. انا مثلا دائما اغير الكفرات انه على حسب مزاجي، ساعات ابي غامج احط غامج، ساعات هذه محبطة تكون موجودة ولا لازم كل مرة أقعد
يعني كيف اتصرف في هذا الموضوع؟ هلا حلو، لا بالعكس انا بحب التغيير وبحب هذا. اذا حبيتي غامق شعورك هاي الفتره غامق، بتحطي الغامق بس يكون معه مخدتين مثلا فاتحين مثلا او بلبقوا معه وبلبقوا مع ديكور الغرفه، ننتبه هاي يعني شرشف بسيطه، ولا انه يكون مثلا كل التخت غلط، شرشف بنقدر نضل نغيره. بتلاقي اوقات في عروض اسعار حلوه على شرشف التخوت، بتلاقي حالك عم تشتري. صح. حلو، بس انه خلي عندك مخدات تقدري تضلك تغيريها وتبدليها كل فترة عشان تلبق مع ديكور تختك. سماح، مثلا هذه الغرفة لونها أبيض، أوكي؟ يعني الواحد لما ينام تعرفين أشعة الشمس خاصة عندنا في الخليج تدغدغ الواحد والدش، إيش كثر الستارة لازم تكون يعني تعطي ظلام فعلا للغرفة عشان الواحد ينام على راحته، يعني ما يكذب. هلا كمان في نقدر نستعمل البلاك اوت، البلاك اوت اللي هي القماش بتعمل ديكور باي برداي بدك اياها، وتحت منها بتحطي القماش البلاك اوت عشان لما تسكري البرداي ما بمر لك. انا مؤخرا سويتها لانه صراحه ما اقدر، يعني لا ما بينعاش بدونها. هاي اهم قطعه بكل غرفه النوم بعد التخت بتيجي، لانه الظلام يخلي الواحد فعلا ينام طبعا، يعني انه تكون الغرفه فعلا ظلام. تعرفين اشعه الشمس لما تجي ما تخلي الواحد ينام الصبح. صح حكيك 100%، ضروري البلاك اوت يكون موجود. او ساعات الظهر القيلوله هذه، عرفتي فتره الظهر انه تبين تسكرين الستاره تبين تريحين شوي، فمهم الستاره اتوقع. طبعا البلاك اوت هاي الواحد يستثمر فيها كمان بعد التخت، عشان جد هاي كثير منيحه القطعه للواحد ما تمرق له اشعه الشمس. سماح، في غرفه النوم تفضلين انه ورق الحائط مثلا او لون الحيطان يكون لون موحد، او عادي اذا حطينا مثلا شغلات بسيطه يعني عليه؟ هلا بتقدري يعني شوفي حسب كمان الغرفه والضوء اللي فيها، وكثير في عوامل بتلعب بهذا الاشياء بتاثر، بس حلو يكون في باترن، ليش لا يكون في اي نوع رسمه خفيفه او شيء هيك، بس ما تتعارض مع بقيه الغرفه، نتاكد انها بتلبق مع الالوان. اذا نحن كمان مثل ما قلت لك، اذا نحن مش كثير شاطرين بمزج الالوان، نقي شيء تحسي انه تضلك على السيف سايد، انه ما يصير في عندك شيء كارثه بالغرفه وتصفي بدك تضلك تغيريها. اي شيء بتقدري تزيديه على الغرفه بياثر لك وبغير لك من ديكور الغرفه، وليش لا الواحد يضل يغير. حلو. سماح، كثير من الناس يختلفون على موضوع وجود التلفزيون في غرفة النوم. يعني مثلا أنا أفضل أنه يكون عندي تلفزيون، حسب رأيك التلفزيون زين أو مو بزين أنه يكون موجود في غرفة النوم؟ شوفي خلينا نقول يعني التلفزيون ما لا يفضل. لا يفضل، بس إذا بدك إياه يكون موجود بفضل أنه يكون مكانه أنه بتسكر عليه، يعني عشان انه مثلا ما بدك تشوفيه او ما بدك اياه يغير بديكور الغرفه، لانه قطعته كبيره للتلفزيون، فمش دائما بيكون شكله حلو بالغرفه، فانه لو بنحط بمكان انه يتسكر عليه ما تشوفيه، انه عشان تضلها الغرفه ما تشوفي اشياء طالعه وداخله وهيك اشياء، حلو بيطلع، فهاي بتحل لك القصه، اذا انت ما بدك التي في بتسكري عليه وخلصنا. كثير من السيدات يعني تعرفين في بعض البيوت او يعني تكون المساحات صغيره عندهم، فيستغلون غرفه النوم عشان تزيد لك كم من خزانات عشان تحط فيها ملابسها واكسسواراتها واحذيتها، ايش كثر هذه الخزانات ممكن تاثر على راحه ونفسيه غرفه النوم؟ هلا المهم ما تكون مكركبه، لما بتكون مرتبه من جوا بتعطيكي هيك طاقه مريحه ايجابيه، وانت بتكوني وانت نايمه عارفه انها جوا مرتاحه المرتبه، فما بتاثر عليكي. مهم شكلها مرتب، مش قطع ما مش مربوطه ببعض، يعني ما يكون كل ما صار عندنا ملابس جديده وبدنا نحطهم بخزاين تكون الخزانه الجديده اللي شريناها لونها ابيض ولون الخشب بني غامق، وبتعرفي هاي بصير كانه شكلها زي المخزن. صحيح. فلا الواحد اذا صار واضطر وعمل هيك عمله انه يكون يكون شوي اتليست متناسق مع بعضه. ايش النصائح اللي تقدمينها للسيدات اللي قاعدين يشوفونا متاكدين عليها انها تكون موجوده في غرفه النوم؟ ما يغيروا كثير فيها، يضلوا يغيروا الشراشف قد ما بيقدروا، ويجيبوا قطعه ديكور يستثمروا بالتخت كثير. شلون؟ انه يجيبوا مريح، معلش يدفعوا عليه شوي لانه هو اكبر قطعه، اذا قررنا نروح لاشياء كثير رخيصه وتضل تتكسر بكلفنا الضعف، فلا نستثمر بالتخت وبالبرداي عشان ما يفوت لنا الضوء اكيد، واكسسوارات، الاكسسوارات هي مجوهرات البيت البسيطة. لا بدك اياها صراحه.
ايش اكثر الالوان اللي يفضل انها تكون موجوده بغرفه النوم؟ الهاديه، انا مع الالوان الهاديه عشان ما بتنزهق. الواحد اذا بحب لون كثير قوي ما يكتر منه، يكون موجود ليش لا. مثلا اعطينا الوان. يعني درجات دائما بقول الايرث كولرز اللي هن الترابيه، مثلا الباستيل، اي درجه لون بس الاهدى درجه منه، مثلا الاحمر الهادي، في احمر بيكون كانه مخلوط بابيض فبهدى شوي، بقلب على مش بينك بس يعني انه الاهدى درجه من هذا، حتى الاصفر اهدى درجه في الازرق مثلا. اهدى درجه بالازرق، النقي اهدى درجه عشان نحن نفيق رايقين، جايين نهار العجقه والشغل. لا وبس تطلعي من غرفه النوم دشي على الصاله وابداي حياتك. خلاص بالضبط. في بعض الناس سماح يحبون يحطون مثل مكتب صغير بغرفة النوم، هل هذا الشيء ممكن يأثر عليهم في النوم؟ هلا انا ما بنصح، بس كمان مره بقول اذا المساحه كثير ضيقه ومضطرين انه يكون شكله مرتب، شكله لابق مع الغرفه، الكمبيوتر ما يضل موجود قدامنا اذا بنقدر، اذا لابتوب اكيد يعني بنقدر. لابتوب بالبيت بالشغل وبالغرفه النوم تو ماتش صح؟ فما بعرف، المكتب قد ما بنقدر نرتبه وحتى يكون عليه مثلا فيز مع ورد هيك شيء، يعني انه شيء يعطينا حياه روح للغرفه عشان ما نحسه انه هو مكتب اكثر مما هو غرفه. آخر سؤال سماح قبل اختم معك، يفضل وجود الزهور في غرفه النوم ولا مو بزين؟ حلو، لا حلو الزهور، هلا اكيد ما نقلبها حديقه اكيد بس انه حلو بيز، شغله صغيره بسيط، شغله بسيطه، لانه في ناس يقول لك الورد مو بزين لانه ياخذ ثاني اكسيد يعني الكربون. لا شو لنا اياها كلها الاكسجين ويعطيك ثاني اكسيد الكربون. هلا اذا قلبتيها حديقه اكيد بروح الاكسجين بس. سماح على طاري المكاتب، الاسبوع الجاي ان شاء الله راح يكون لنا معك موعد وراح نتكلم اكثر عن المكتب داخل البيت. شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا لك، شكرا، يعطيك الف عافيه. مثل ما شفتوا مشاهدينا تكلمنا عن غرفة النوم واللي هي فعلا الغرفة اللي يرتاح فيها كل شخص، حاولوا تديرون بالكم عليها وتختارون ألوان هادية. إن شاء الله الأسبوع الجاي راح تكون معانا سماح بتصاميم أكثر ونتكلم أكثر عن المكاتب. راح نروح فاصل قصير ونرجع كمل سيدتي.